الدكتور عبد الله الربيعي يؤكد على أهمية كراسي البحث العلمي في المجالات الطبية، والتي تمثل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. الدكتور علي الغامدي يدعو إلى إطلاق المزيد من الأبحاث العلمية وربطها بحاجات السوق المحلي والاقتصاد الوطني كرافد داعم للناتج القومي. مجلس عمداء الجامعة يبحث العديد من الخطط التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم والبحث العلمي في الجامعة للحفاظ على الريادة التي حصلت عليها الجامعة. الدكتور الكليبي: التعليم الموازي جاء انعكاسا للنهضة العلمية والتعليمية التي تشهدها المملكة والتي يرعاها خادم الحرمين الشريفين. توقيع تفاهم بين الجامعة الأردنية وجامعة الملك سعود وأخرى مع شركة ملاذ للتأمين. حصول الجامعة ممثلة بوكالة الجامعة للمشاريع على جائزة الحريري لأفضل منظومة تشغيل. إدارة البوابة والخدمات الإلكترونية تكشف عن سبب ظهور سلوك غير طبيعي على بوابة الجامعة. الإلكترونيات المتقدمة تكرم الفائزين بجائزتها السنوية 11 لأفضل مشروع تخرج في جامعة الملك سعود. بدء دراسة الفصل الصيفي في الجامعة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة التقرير الأسبوعي من جامعة الملك سعود. التقرير الأسبوعي يعده ويقدمه طلاب قسم الإعلام. في لقاء خاص مع التقرير الأسبوعي، أشاد معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بالدور الريادي الذي تبذله جامعة الملك سعود في مجالات البحث العلمي عبر كراسي البحث في الجامعة وكلية الطب بشكل خاص، وعبر الشراكة التي أطلقتها الجامعة مع القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير مناخ البحث العلمي بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والقطاع الطبي خدمة للوطن والمواطن على حد سواء. وأضاف بأن الجامعة قد حققت ريادة علمية على المستوى العالمي عبر العديد من الأبحاث والدراسات التي أجريت ضمن كراسي البحث، مشيرا إلى الأبحاث التي نشرت والعمليات الجراحية النادرة التي أجريت في المستشفى الجامعي مؤخرا. من الجدير بالذكر أن معالي الدكتور عبد الله الربيعة تخرج من جامعة الملك سعود من كلية الطب، وحصل على الماجستير والدكتوراه، وقد قام بإجراء العديد من العمليات الطبية المعقدة في مجال فصل التوائم السيامية لأكثر من مرة. أولا طبعا أنا كلامي في جامعة الملك سعود مجروح، لأني خريج لها ولأني تربطني علاقة قوية بالدكتور عبد الله عثمان. لذلك سوف أكون صادق، وهو يعرفني الدكتور عبد الله أنا صادق. أولا الدكتور عبد الله له جهود كبيرة جدا بأنه في الواقع كان جريء في اتخاذ القرار وتحمل كذلك قراراته، وأنا أعتقد أنه قدم جهود سريعة للجامعة. إن شاء الله نتمنى أن تؤتي ثمارها إن شاء الله بشكل عام. بالنسبة
الكراسي البحثية. أنا أعتقد أنا من النوع اللي لا أنظر للعدد، تعودت في حياتي أن لا أنظر للعدد وإنما أنظر للمنتج. الدكتور عبد الله جاب الكراسي، الآن بدأ دور من يعمل على الكراسي. أنا أتمنى أن الكراسي يستلمها باحثين حريصين على ترجمة هذه الكراسي إلى منتجات بحثية جيدة تعود بالفائدة على الوطن ببحوث انتقالية عالية الجودة. أنا أعتقد لو رجعنا للعصر الذهبي الإسلامي كان التركيز على البحوث كبير جدا، نمنا فترة طويلة وأصبحنا نتلقى من العالم. أنا الأوان أن نكون مقدمين ولسنا متلقين، ولن نكون مقدمين للعالم إلا بإنشاء مراكز بحثية ومتقدمة والاستثمار في الكوادر الوطنية بأن تكون باحثة وليست متلقية. نيابة عن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، رعى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي فعاليات الملتقى البحثي السنوي الأول لمنسوبي كلية العلوم التطبيقية بالجامعة والذي أقيم في مركز البابطين للمؤتمرات. ويهدف الملتقى السنوي إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية ونشرها وتبادل الخبرات في المجال البحثي بين الباحثين في الجامعة وخارجها ومن مختلف دول العالم. وقد فاز بحث الدكتور عبد المجيد البنيان من قسم المختبرات الإكلينيكية والدكتور سعيد أختر من قسم البصريات كأفضل بحثين لهذا العام في مجال العلوم الطبية التطبيقية من بين أكثر من 50 بحثا مقدما. وقد ثمن الدكتور علي الغامدي الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي والتطور الذي أحدثته هذه الأبحاث والدراسات التي ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ربط هذه الأبحاث والدراسات بحاجات السوق المحلي والصناعات الوطنية، مما يشكل رافدا مهما في تطوير صناعاتنا الوطنية والاقتصاد ودفع عجلة التقدم نحو الأمام. وقد أكد الدكتور علي الغامدي على أهمية نشر الأبحاث والدراسات على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرا إلى نشر عدد من الأبحاث والدراسات التي أجريت في جامعة الملك سعود في العديد من مجلات البحوث العلمية، وأضاف بأن الجامعة قد يسرت العديد من السبل لمناخ البحث العلمي في جامعة الملك سعود وتواصل الباحثين من مختلف دول العالم مع الجامعة، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي تتلقاه الجامعة من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وولي العهد والنائب الثاني والحكومة الرشيدة. أتمنى من الباحثين الزملاء أن يخدموا الجامعة بتميز كمي نوعي ونشر فيما يخدمنا في التصنيفات. الجامعة أتاحت لك الفرصة من خلال برنامج التوأمة، من خلال العقود البحثية، من خلال الاستقطاب، أن تعمل مع عالم نوبل، أن تعمل مع عالم هايلي سايتد في تخصص. اليوم أكثر من 70 عالم يعملون في هذه الكراسي ومعظمهم علماء يشار لهم بالبنا. اليوم أكثر من 123 طالب دراسات عليا يعملون بهذه البرامج. الآن متاح للباحث أن يستقطب طالب دراسات عليا، لدينا تأشيرات مفتوحة، الفيز موجودة، بمجرد ما ترفعون بالسيرة الذاتية للطلاب سنرسل لهم الفيز في خلال 48 ساعة ماكسيمم. فأتمنى أن تستثمر هذه الفرصة، وأيضا أتمنى أنه يكون في الكلية مجموعات بحثية. الجامعة الآن تتجه إلى دعم مجموعات بحثية في كل كلية، كما أشكر ولاة الأمر على دعمهم حقيقة وما نجده من دعم. ليس يعني كلنا نتذكر أن جامعة الملك سعود تفضلت بلقاء خادم الحرمين هذا العام على ما تذكر 3 مرات، عندما شرف الجامعة بقبول الدكتوراه الفخرية، عندما شرف الجامعة بلقاء المجلس العالمي لمعهد الملك عبدالله للنانو والتقينا به شخصيا، وأيضا عندما زار الجامعة قبل حوالي 3 شهور وكلنا شاهدنا ذلك ووضع حجر أساس مشاريع استراتيجية بأكثر من 14 مليار. أنا أعتقد هذا هي سنة متميزة للجامعة وتنم عن دعم كبير
سمو ولي العهد أيضا عاد الله بالصحة والعافية، قبل الدكتورة الفخرية التقت به الجامعة، سمو النائب الثاني كلنا شاهدنا زياراته المتكررة للجامعة، التقينا بسمو الأمير نايف ربما أكثر من 5 أو 6 مرات هذا العام على مستوى برنامج الأمن الفكري في زيارات لإطلاع سموه على التطور في كرسي الأمير نايف، وأيضا في المناسبات التي شرفنا بزيارة الجامعة وتدشين برامج ومشاريع فيها. أتمنى للجميع التوفيق والسداد، وبمشيئة الله من عام إلى عام نكون في وضع أفضل، وأتمنى بإذن الله تعالى مثل هذا الوقت العام الماضي نحتفل بالملتقى الثاني في هذه الكلية، وأن يكون هذا الملتقى هو قدوة ونبراس للكليات الأخرى. شكرا دكتور تركي لكم ولزملائكم. في لقائه الدوري بحث مجلس عمداء الكليات برئاسة الدكتور علي الغامدي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن معالي الدكتور عبدالله العثمان مدير الجامعة العديد من الموضوعات التي تخص الكليات والإنجازات التي تحققت في مجالات الاعتماد الأكاديمي، كما تم بحث التعليم الموازي ومتطلباته وما تم إنجازه بهذا الخصوص. وقد تم اعتماد التعليم الموازي في الجامعة تيسيرا للطلبة الراغبين في مواصلة التعليم الجامعي. صرحت إدارة البوابة والخدمات الإلكترونية بعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بأنه وفي صباح يوم الاثنين الموافق 13 من رجب لعام 1430 للهجرة ظهر على بوابة الجامعة سلوك غير طبيعي، حيث تم استبدال ملفات الفيديو باستمرار وبطريقة عشوائية. وبعد مراجعة من فريق التقصي الذي شكلته عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات، تم التوصل إلى أن سبب المشكلة كان خلل فني لدى مزود خدمة الإنترنت للجامعة، وقد أكد ذلك المسؤولون بوحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما تم حل المشكلة في حينها. شاركت جامعة الملك سعود في الملتقى الدولي 8 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية الذي انطلقت أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور الدكتور غازي العريضي وزير الدولة للأشغال العامة والنقل. وتأتي مشاركة الجامعة كأول جامعة عربية تشارك في هذا المحفل الهام لتعكس الحراك التطوري الذي تشهده الجامعة والتحديات التي تواجه قطاعات التشغيل في الجامعة التي كانت نتائجها حصول الجامعة ممثلة بوكالة الجامعة للمشاريع على جائزة الحريري لأفضل منظومة تشغيل. مع بدء فصل الدراسة الصيفية حذرت إدارة الأمن والسلامة في الجامعة الطلاب والسائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على دوار الجامعة الأول والثاني لما يشهده الطريق العام من مرور الشاحنات الثقيلة التي تعمل في مشاريع الجامعة الإنشائية. ومن الجدير بالذكر أن عدة حوادث مرورية قد وقعت مؤخرا على هذه الدواوير نتيجة للسرعة وعدم أخذ الحيطة والحذر. فقدت الجامعة عزيزا عليها في هذا المكان، قد يعرفه الجميع وقد لا يعرفه أحد، ولكنه يظل أحد طلابها الأعزاء. تدعو إدارة الأمن والسلامة جميع منسوبي الجامعة مرتاديها لتوخي الحيطة والحذر على طرقاتها. عبد العزيز الموانع للتقرير الأسبوعي. رافقت الجميع السلامة، وإلى اللقاء في تقرير أسبوعي مفصل. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.